بسم الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعظم سلطان. ربنا علمنا كيف نحبك، وزدنا في هذه الخيرات من لدنك، وأذن لنا في الحضور بين يديك خير حضور، يا خير المغنين وخير الهادين يا رب العالمين. نعود إلى نفس الآية 18 من سورة الإسراء، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها. وش هي أحواله في الدخول هذايا؟ مش يلقى الجنس، ويلقى الهدوء والعمال العذب والبقلاوة وما مشتهيات النفس. مش ترى عكس ما كان منك ومن أخطائك فاتك الفوت يا مرزي، نسأل الله السلامة.